السلام عليكم ورحمة الله، مساء الخير. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله، نبدأ لقاءنا اليوم بعنوان تأثير الكوتشنج أو الجلسات الحوارية على جودة حياة ذوي اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه. بإذن الله خلال 40 دقيقة القادمة سنغطي المحور الرئيسي، وهو علاقة الكوتشنج أو التدريب بجودة حياة ذوي فرط الحركة وتشتت الانتباه. حنغطي هذا المحور من عدة زوايا عن طريق الإجابة على 4 أسئلة: لماذا الكوتشنج؟ ما هو؟ لمن؟ وكيف تتم جلسات الكوتشنج؟ أو ما هي مثلاً الاستراتيجيات اللي بنعطيها في الكوتشنج؟ طيب، السؤال الأول اللي راح نتطرق له هو لماذا الكوتشنج؟ لماذا طلب المساعدة؟ بما أنه يعني اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه بيستمر من الطفولة وطول حياة الإنسان، يعني كأنه شيء من الشخصية، فلماذا نحتاج مساعدة خارجية؟ لتوضيح الفكرة أكثر ليه نحتاج مساعدة، راح أعرض حالتين من الحالات اللي طلبت المساعدة أو طلبت التدريب. طبعاً الأسماء مستعارة، ولكن القصص والأعراض حقيقية. عندنا الحالة الأولى لسارة، 30 سنة، محامية مبتدئة، لديها تشخيص باضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه. الأعراض اللي كانت بتشتكي منها وكانت متخصصة، يعني كانت مختصة بعملها أكثر شيء، اللي هي كثرة الملفات متراكمة، ما كانت بتاخذ ملاحظاتها كما ينبغي، يعني كانت الملاحظات اللي بتاخذها ناقصة، المدة اللي بتقضيها مع العميل كانت في أحيانا بتاخذ أكثر من الوقت اللي مسموح لها، فأدى إلى تراكم العملاء عليها. أيضا كثرة النسيان، مترددة هل تصالح رئيسها إنه عندها التشخيص ولا ما تصالحه، يعني إيش الأفضل بالنسبة لها. أيضا مشاكل في إدارة الوقت، مشاكل في التنظيم سواء في العمل أو في المنزل. هذه بالنسبة للحالة الأولى. الحالة الثانية لطفل 15 سنة، تواصلت معي والدته، شارحة الصعوبات اللي بيواجهها: وجبات متأخرة، درجات منخفضة، علاقات متوترة بينه وبين زملائه وبينه وبين معلميه، عناد، عصبية، متشتت. فالأم حاسة إنه الأمور قاعدة بتخرج عن سيطرتها، فطلبت برضه مساعدة مدرب من أجل يعني وضع خطة للعمل مع الطفل. طيب، احنا بنقول ليه مهم طلب المساعدة؟ يعني في حالات زي كذا ليه من المهم انه طلب المساعدة؟ طبعا معروف انه اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه مو شيء جديد، يعني مو شيء جديد، وفي قنوات للمساعدة، في العلاج الدوائي، في العلاج السلوكي، في دعم الأسرة، في التدريب او الكوتشنج. فليه نحتاج مثل هذه المساعدات؟ ليش نحتاج ان نروح لهذه القنوات؟ يعني حذكر سببين، يعني باختصار شديد، نعيش في زمن الآن يعتمد بشكل كبير على الإنتاجية، يعني يضخم الإنتاجية ويحط عليها يعني ضغط شديد على إنتاجية الشخص. والسبب الثاني إنه البيئة الخارجية أصبحت متطلبة أكثر، فيها تحدي أكبر، فيها معايير وجودة ومنافسة. فالسببين هذه يعني أدت إنه الأعراض والصعوبات عند ذوي فرط الحركة وتشتت الانتباه بتظهر أكثر، يعني الأشياء الخارجية دي سواء من البيئة، من المتطلبات الإنتاجية، هذه أدت إنه ماذا؟ بتظهر الصعوبات أكثر. وكذا يعني السببين هذه بتظهر المشكلة لدى ذوي اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه. طيب لماذا؟ يعني ليش الإنتاجية مهمة؟ يعني السبب الأول احنا قلنا إنتاجية وبيئة خارجية كلها بتشكل ضغوطات. طب ليه بنقول الإنتاجية؟ مثلا ليش الإنتاجية مهمة؟ عندنا السبب الأول اللي هو يعتبر في قلب ومركز اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه، اللي هو ماذا؟ وظائف الدماغ التنفيذية.
أو الإكزيكتيف فانكشن، وجهان لعملة واحدة، الوجه الأول اللي هي وظائف الدماغ التنفيذية، والوجه الثاني الإنتاجية. الإنتاجية متعلقة تعلق شديد بماذا؟ بهذه الوظائف. طيب ما معنى وظائف الدماغ التنفيذية؟ الدماغ لما بيتطور عند أي إنسان حيبدأ من الخلف وإلى الأمام، اللي هي آخر منطقة في التطور، هذه المنطقة اللي بنسميها القشرة الأمامية الجبهية، هذه آخر منطقة تتطور في الدماغ. بالنسبة لذوي اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه، المنطقة هذه ضعيفة، تطورها أضعف من تطور نفس المنطقة عند الناس الإيش أو الأشخاص العاديين. بما أنها ضعيفة معناته في مشكلة في الدماغ. المنطقة هذه مسؤولة عن وظائف الدماغ التنفيذية، مسؤولة عن قدرة، يعني من كلمة تنفيذية، مسؤولة عن قدرة الدماغ على تنفيذ الوظائف المعقدة. زي إيش وظائف معقدة؟ عندنا تحديد الأولويات، التركيز، إدارة الوقت، التنظيم، اتخاذ القرارات، الميتاكوجنيشن أو عمليات التفكير. يعني في أنواع كثيرة، وفي علماء بيقسموها في 5، 8 وظائف، 10 وظائف، لكن المهم هي الفكرة نفسها، إنه الدماغ قدرته أضعف في ماذا؟ تنفيذ هذه الوظائف. فمثلاً يعني لو بنقول يعني مهمة سهلة مثل قراءة كتاب، بالنسبة للأشخاص العاديين خلاص أنا أقرأ كتاب ما عندي مشكلة، في وظائف الدماغ التنفيذية بتكون العملية جداً سهلة. بالنسبة لشخص من ذوي اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه، هذه تحتاج تعاون، إنه الجبهة القشرة الأمامية الجبهية فيها ماذا؟ وظائف الدماغ التنفيذية، فيحتاج إنه يكون في تعاون بين هذه الوظائف وبالتالي أداء مهم. فقراءة الكتاب تحتاج إني أفكر في كتاب، أفكر في موضوع، أروح أخذ الكتاب، أختار مكان أجلس فيه، أفتح الكتاب أركز، ففيها تنظيم، فيها تخطيط، فيها اختيار، فيها بدء العمل. كل هذه الأعمال مع بعض متعلقة بماذا؟ بوظائف الدماغ التنفيذية، بقدرة الدماغ على تنفيذ هذه الوظائف. فهنا بتظهر الإشكالية. طيب ليه نقول إشكالية؟ بما أنه الواجبات حتكون متأخرة، زي الحالات اللي شفناها، واجبات متأخرة، ملفات متراكمة، صعوبات في العلاقات بين الزملاء، بين علاقات الطالب مثلا ومعلمي، فهذه كلها بتؤثر على إنتاجية الشخص. والإنتاجية طبعاً حاجة جداً مهمة وخاصة في الزمن هذا اللي يعني فيه ضغوطات كثيرة. فهنا يعني نقول وجهين لعملة واحدة، الإنتاجية والوظائف الدماغ التنفيذية. هذا السبب الأول اللي يدعو ذوي اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه إنهم يطلبوا المساعدة أياً كانت. القنوات كثيرة، ولا بد من ماذا؟ إنه الإنسان إذا مواجه صعوبات ما يستسلم. السبب الثاني قلنا إنه البيئة الخارجية أصبحت متطلبة أكثر، فيها معايير، فيها جودة، فيها ضغوطات، الفصول لها طريقة معينة، المعلمات أو المعلمين مثلاً بيطلبوا انضباط، بيطلبوا تركيز لفترة معينة. فكل هذه الضغوطات إذا كانت في صعوبات عند الطفل بتتفاقم أكثر. فإذا بنقول مثلاً ليه نحتاج الكوتشنج، بالمختصر إنه اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه أول حاجة هو عجز في ماذا؟ وظائف الدماغ التنفيذية، وبالتالي عجز في الإنتاجية، وأيضاً هو عجز في البيئة الخارجية. فلما تكون البيئة الخارجية فيها ضغوط بتظهر الصعوبات أكثر. إحنا دائماً بنقول إنه فرط الحركة وتشتت الانتباه متناقض بين سمات قوية جداً وسمات ضعيفة، يعني ممكن يكون الطفل مركز في الأشياء اللي بيرغب فيها وجدا متشتت في الواجبات مثلا في الاختبارات وهكذا. يعني هي نفس الفكرة، الإعاقة ليست في العرض نفسه ولكن في نتيجة السلوك. فهنا بنقول يعني هذه من الأسباب اللي نقول لماذا نحتاج الكوتشنج، من أجل ماذا؟ مساعدة ذوي اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه على ماذا؟ التحكم في الأعراض. نحن بنقول اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه بيستمر من الصغر إلى نهاية الحياة، فمعناته ما في، حتى العلاج الدوائي لا يعتبر علاج، يعتبر طريقة للتحكم.
فعشان كذا بنقول نحتاج إنه الطفل أو الشخص يتعلم استراتيجيات تساعده في التحكم في الأعراض. طيب، إذا بننتقل للسؤال الثاني، ما هو الكوتشينج؟ ماذا نعني بالتدريب؟ يعني يمكن هذا من أكثر الكلمات اللي بنسمعها حاليا، تمام؟ من أكثر الكلمات اللي بنسمعها حاليا. طبعا هجاوب بإذن الله على الأسئلة في نهاية اللقاء إن شاء الله، يعني أوصل لها بسهولة. يعني من أكثر الكلمات اللي بنسمعها الآن هي ماذا؟ مدرب لايف كوتشينج، مدرب في تطوير الذات، مدرب في اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه، الأنواع جدا كثيرة. وطبعا هنا دوري مو التشكيك ولا إظهار إنه يعني تقليل من شأن أحد، ولكن يعني ممكن إنه من كثر ما نسمع هذه الكلمة في عدم ثقة في التدريب. الفكرة اللي حابة أوضحها هنا إنه التدريب فن وعلم ومبني على أسس علمية، يعني مو شيء عشوائي. يعني عشان تأخذ أول لقب من لقب التدريب لابد من الدراسة، يعني دراسة لفترة معينة. بالنسبة مثلا إذا بتكلم عن مدرب لإضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه، لابد من الالتحاق بمنظمة معروفة، دراسة لفترة من الزمن. الدراسة حتكون في 3 أقسام، حيكون في وعي المدرب بذاته، حتكون في وعي المدرب في الكوتشنج أو التدريب، وأيضا حتكون في وعي المدرب باضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه. فهي 3 محاور لكل محور مواد مختلفة. بعد كذا حيجي إجراء مشروع، ومن ثم اختبار عملي، ومن ثم العمل مع المنتر كوتش أو المدرب المرشد. بعد كذا لابد من تجميع عدد ساعات ما يقل عن 70 ساعة مدفوعة، ومن ثم التقدم للICF أو الانترناشنال كوتش فيدريشن، اللي هي ماذا؟ اتحاد المدربين الدوليين، من أجل الحصول يمكن على كمان أول لقب. وهذا اللقب تعتبر كأنها رخصة بتجدد سنوي كل 3 سنوات. فيعني الموضوع ليس عشوائي، عشان كذا لما أختار كوتش لابد أني أتأكد من ماذا الكريدنشل، أو ما هي الخطوات، أو كيف حصل مثلا على الشهادة. طيب، بالنسبة لجلسة الكوتشنج تبدأ بماذا؟ عقد اتفاقية بين العميل وبين المدرب. طبعا الاتفاقية فيها الأخلاقيات اللي كل شخص منهم واجباته وحقوقه، فيها مدة الجلسة وغالبا تتراوح بين 40 و60 دقيقة، فيها طريقة الجلسة، هل هي مثلا عن بعد أو حضوري، هل هي فردي أو جماعي. فهذه كلها تنص عليها ماذا؟ اتفاقية الكوتشي. وأهم يمكن أهم عنصر أو أهم بند في هذه الاتفاقية اللي هي الحفاظ على خصوصية من العميل. هوية العميل من المستحيل إنها تخرج لأحد أبداً، حتى إذا تم المشاركة بالمعلومات حتكون معلومات زي ما ذكرت في الحالات، الاسم مستعار، ما في أي دليل مين هذا الشخص، يعني ما تنكشف الهوية، أو إنه الإنسان حيكون مخالف لأنظمة التدريب المتفق عليها عالمياً. طبعاً يعني هنا هذه أنا واجهتها هنا في السعودية، يعني برا في كندا ما كانت فيها إشكالية. لما ترسل الاتفاقية ترجع لك يمكن في نفس اليوم على طول معبأة بالإيميل بالاسم برقم الهاتف. في السعودية يمكن كان في تحفظ شوية، يعني لما بيشوفوا إنها فيها معلومات ما بيرجعوا يرسلوا، يعني البعض. طيب، دور قلنا الجلسة بتتراوح من 40 إلى 60 دقيقة، العميل هو اللي يحدد من الهدف من الجلسة. المدرب دوره أو الهدف المدرب إنه ماذا؟ خلق بيئة آمنة بدون أحكام وداعمة لمين؟ للعميل. طبعاً بالنسبة للإفصاح، يعني هي في نقطة هنا جداً مهمة، متى الإنسان ممكن يطلع الهوية؟ يعني هذه إذا كان الشخص لديه أي أفكار انتحارية مثلا، أو أفكار تهدد حياته أو حياة أحد، هنا هذه مين من صلاحيات الكوتش؟ فهنا بيرفع للناس اللي لهم الصلاحية. فهذه هي الحالة مثلا الوحيدة اللي ممكن يشارك لجهات الاختصاص.
طيب إذا بنتكلم عن دور المدرب، أهم حاجة نعرف إن المدرب ما يشخص، التشخيص من مهام الطبيب. المدرب لا يصف العلاج الدوائي، يعني ما بقول لك روح خذ الدواء الفلاني أو نقص الجرعة أو زيد الجرعة، هذه من اختصاصيات المدرب. إيش هي المهام اللي بيقوم فيها المدرب؟ دور المدرب إنه يكون جدا واعي وجدا فطن للكلام اللي بيقوله مين؟ العميل. كيف تظهر الأعراض عندها؟ إيش الظروف اللي بتزيد الأعراض سوء؟ ما هي الظروف اللي بتقل فيها ظهور هذه الأعراض؟ بيساعد في وعي العميل بالماذا؟ بالاضطراب. مو بس نقول بالاضطراب اللي هو الـ ADHD، بالاضطراب الخاص فيك، لأنه كل شخص لديه سمات فريدة من الاضطراب، يعني ما في اثنين لديهم نفس الاضطراب حيكونوا متساويين متشابهين في الصفات. يعني احنا بنقول الثلاث صفات الرئيسية اللي هي تشتت الانتباه، فرط الحركة، والاندفاعية، هذه العناوين العامة، لكن السمات نفسها تختلف من شخص إلى آخر، تختلف في طريقة ظهورها، تختلف في ما هي الظروف اللي بتخليها تظهر، كيف شدة ظهورها. دائما السمات بتتدرج من شخص إلى شخص بين شدة وبين قوة، وأيضا نفس الشخص بتتدرج بين شدة وقوة على حسب ماذا؟ الظروف. فهنا دور المدرب إنه ماذا؟ الوعي بالاضطراب الخاص فيك. فمثلا يعني إذا بنذكر مثال، في أشخاص مطلوب منهم مثلا إنجاز مهمة معينة، ما يعرفوا ينجزوا المهمة إلا إذا اقترب الديدلاين أو الموعد النهائي، خلاص هذه طريقتهم في إنجاز المهام، تحت الضغط ينجز المهمة بسرعة. في أشخاص لا، بنفس السمة، ولكن يفضل أكثر إنه أخطط وأبدأ أتدرب من بدري. مثلا إذا كان عندي اختبار أبدأ أستعد له من بدري، إذا قرب الاختبار وأنا ما عملت فيه شيء هذا بيعمل لي شداون كامل للدماغ وما أستطيع الإنجاز. فهي نفس المشكلة، نفس السمة اللي هي إنجاز الأعمال، ولكن تختلف في شدتها وفي الظروف اللي مؤثرة عليها بين شخص وآخر. أيضا من مهام المدرب معرفة ماذا؟ نقاط الضعف ونقاط القوة لدى العميل، مساعدتهم على الظهور بماذا؟ استراتيجيات تساعدهم في التحكم في وظائف الدماغ التنفيذية. أيضا التدريب على التحكم بالمشاعر، التعلم العاطفي الاجتماعي، لأنه هذا أيضا من الأشياء اللي بتتحكم فيها القشرة الجبهية الأمامية. برضو من وظائف الدماغ التنفيذية التحكم في الانفعالات والتحكم في ماذا؟ في المشاعر. فهنا كيف أنا ممكن أني أتدرب أتحكم في المشاعر؟ كيف أفعل التمهل؟ وخاصة في ماذا؟ إذا واجهتني مثلا الظروف اللي أنا دائما بنفعل فيها، كيف ممكن أني أستعد لمثل هذه الظروف؟ وأيضا من مهام المدرب العمل والتعاون مع العميل على تخطيط الأهداف الذكية. أهداف ذكية بمعنى إنها قابلة للقياس، حقيقية واقعية من بيئة الشخص نفسه، لها وقت معين لإنجازها، وتنمية الحس بماذا؟ بالمسؤولية، لأنه بين الكوتش وبين العميل لابد من ماذا؟ المساءلة. المساءلة بدون فرض أحكام وبدون تأنيب، ولكن نقسم مثلاً الأهداف إلى مهام، وهذه المهمة مطلوب منك مثلاً إنجازها في أسبوع. في نهاية الأسبوع ممكن إنه العميل يرسل الكوتش ماذا؟ إني قمت فقط بالبدء في هذه المهمة، أو قمت بإنجاز هذه المهمة. فيها ماذا؟ تنمية الحس بماذا؟ بالمسؤولية والرقابة. طيب، من خلال المنظمة اللي كنت فيها اللي هي أدكا، الـ ADD Coaching Academy، كان في نظام للتدريب. النظام للتدريب اللي هو فيه أربع مراحل، خلاص؟ الأربع مراحل هذه مو على خط واحد، ميلينير يعني، تبدأ في مرحلة تنتقل إلى المرحلة الثانية، وممكن إنك على حسب حاجة العميل ترجع مثلاً للمرحلة الأولى. المراحل اللي عندنا اللي هي استقبال، ملاحظة، فلترة، بناء خطة ومتابعتها.
يعني إيه استقبال؟ أوضح وأحدد الأهداف المطلوبة، يعني إيش يبغى العميل، ما هي الأهداف أو ما هي الأهداف وكيف أولويات هذه الأهداف. يعني ممكن يجيك بخمس أهداف لكن واضح إنه هدف أو هدفين هم المفروض يبدأ فيهم العميل، فهنا تحديد وتوضيح ماذا الأهداف بالنسبة للمرحلة الأولى اللي هي مرحلة الاستقبال. المرحلة الثانية الملاحظة، ملاحظة السياق عن طريق ماذا؟ الأسئلة. الكوتشنج تقريبا يعتمد على شيئين، طرح الأسئلة والإنصات للعميل. خلاص الاستقبال تعمل طرح أسئلة وإنصات للعميل، ملاحظة السياق، ملاحظة كيف العميل بيشرح الأعراض، كيف العميل بتطلع عنده مثلا الأعراض بزيد، متى بتقل، إيش الظروف اللي بتأثر فيها، ما هو الكلام الداخلي اللي بيقوله نفسه، إيش الرسائل اللي بيقولها لنفسه. المرحلة الثالثة اللي هي الفلترة، فلترة المعتقدات من الحقائق. يعني دائما في معتقدات عامة متكررة وخاصة إنه ذوي اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه من الابتدائي من البداية بيستقبلوا رسائل سواء من الوالدين من المعلمين من المجتمع، رسائل ماذا سلبية، إنك شخص كسول، شخص لا يرغب في الإنتاج، غير مثالي، فلان أحسن منك، فلان أنجز المهمة. فهذه كلها الرسائل ماذا تراكم بتتراكم وتؤدي إلى ماذا معتقدات تبنى عند الشخص. فهنا دور المدرب أيضا النظر إلى هذه المعتقدات، دائما لديهم يعني تعميم بالنسبة للمعتقدات، التعميم، النظرة الوحدة، إما الشيء يكون كامل أو ما له داعي، فما في الوسطية، إما أن يكون مثالي في أعمالي ولا ما له داعي أني أبدأ من البداية. فهنا هذا يعني المرحلة الثالثة اللي هي فلترة المعتقدات من ماذا؟ من الحقائق. آخر مرحلة بناء خطة ومتابعتها. خلاص هنا نبدأ نحدد الأهداف النهائية ونبدأ نمشي مع هذه الأهداف. طبعاً نتأكد أول حاجة إنه الحاجات الأساسية موجودة، يعني جداً مهم النوم، جداً مهم الرياضة، جداً مهم التغذية، هذه الأشياء يعني تعتبر أساسيات بالإضافة إلى الأهداف. فهذه ماذا؟ من بعض الـ أو النظام اللي بنتبع الكوتشنج، كان النظام الرئيسي في تدريب ذوي اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه. طيب السؤال الثالث عندنا لمن؟ يعني مين بينفع يذهب إلى كوتش أو يطلب المساعدة من كوتش؟ دائما عندنا أنماط بنلاحظها في المدربين، متدربين طبعا من كلا الجنسين وبأعمار مختلفة. إيش الأنماط اللي بنلاحظها؟ أول حاجة في عملاء بيجوا بدون تشخيص أو عندهم تشخيص ذاتي، يعني خلاص هو قرأ من النت، تعرض لأشياء، تعرض لصعوبات، فخلاص بنى عن نفسه التشخيص الذاتي إنه هذا هو لدي اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه. طبعا بيجي للمدرب، المدرب زي ما ذكرنا ما بيشخص ولا بيوصف علاج، ولكن بيعمل على ماذا؟ توعية أكثر بالاضطراب. فممكن أنه من التدريب حيذهب إلى طبيب، أو أنه يستمر في ماذا؟ رسم الاستراتيجيات والعمل على تحقيقها. أيضاً في عملاء بيجوا بتشخيص وعلاج دوائي ولكن وعيهم قليل بالاضطراب. هناك أولياء أمور بهدف فهم أبنائهم أكثر أو طلب تدريب أبنائهم. في عملاء أحياناً يكونوا في مرحلة مهمة من حياتهم، هنا بيحتاجوا مساعدة مؤقتة حتى يعدي هذه المرحلة. وفي بعضهم عندهم وعي، عندهم خلفية، وعي جيد جداً أو ممتاز حتى بالاضطراب، لكن قدرة التحكم نسبي في بعض الصعوبات، في بعض المشاكل، فحابين إنهم يتطوروا أكثر. وهذه واجهتني مع يعني شابة سعودية ذكية جداً، ناجحة جدا يعني ما شاء الله تبارك الله، لكن الإشكالية اللي كانت دائما بتضايق منها اللي هي البدء في الأعمال، كانت يعني المثل اللي بتضربه تقول أحس نفسي مثل الأخطبوط، يعني عندي أيادي كثيرة لكن ماني قادرة أعمل حاجة. يعني إذا كان عندي مهمة مطلوبة أجلس فقط إني أفكر فيها.
طيب مين يعني، احنا قلنا هنا هذه الانماط اللي للمدربين سواء بتشخيص او بدون تشخيص او اولياء امور، مين اللي راح يستفيد من التشخيص؟ الانسان اللي صريح، هذه اهم حاجه، صراحه، التزام، وانه يستثمر جهده ووقته، لانه التدريب يعني مو شيء وردي، خلاص انا بديك الاستراتيجيات من 1 إلى 4 وخلاص انتهت المهمة، روح طبق الاستراتيجيات ومشيت في الحياة. لا، يحتاج جهد، يحتاج أحيانا تعدلي في الأهداف، يحتاج صراحة، لأنه الصراحة أيضا تديك فهم أكثر للسياق، والسياق زي ما قلنا أو البيئة الخارجية، يعني ممكن إنه الـ ADHD يساوي عجز البيئة، فهنا إذا الواحد فهم ممكن إنه يساعد أكثر. طيب عندنا هنا السؤال الأخير، إذا بنقول كيف ممكن للمدرب إنه يتعامل مع مشكلة المقاومة مثلا؟ هذه مشكلة المقاومة يمكن من أكثر المشاكل اللي بتواجهنا في اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه، ومن أكثر المشاكل المتعلقة بماذا؟ دائما بنعيد نزيد بوظائف الدماغ التنفيذية، يعني الشعور قوي بالمقاومة، عدم الرغبة في إنجاز المهمة، عدم الرغبة في البدء في المهمة. فهنا كيف ممكن إنه المدرب يساعد العميل أو الشخص ذو اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه؟ طيب ليه المقاومة أو عدم الرغبة؟ يعني حتى الجهاز العصبي يكون ماذا؟ مقاوم، بكرة، بعدين، ما أبغى أبدأ اليوم، مو لازم، طيب خلاص، يعني أعذار بعد أعذار. الفكرة الرئيسية إنه مقاومة وتأجيل. طيب ليه المقاومة والتأجيل هذه إشكالية؟ زي ما قلنا إنه إنتاجية غير الإنتاجية، يعني يستنفذ طاقة وجهد الشخص، إنه هو حاس إنه عنده مهمة ولازم إنه ينجزها، لكن كيف يعني تعامل معها فقط التفكير فيها، استنفاذ طاقة. ايضا بيؤثر على علاقته مع معلميه وعلاقته مع الوالدين، فعشان كذا يعني من المهم جدا انه نبدا نتعامل مع وظائف الدماغ التنفيذيه، يعني نبدا نتعامل نتحكم في وظائف الدماغ التنفيذيه ونعمل معاها وليس ضدها. يعني المقاومه، كيف انت ممكن انك تعمل مع المقاومه؟ يعني ايه مقاومة؟ ما علاقتها بالوظائف الدماغ التنفيذية؟ يعني عدم البدء في المهام، وهذه يعني زي ما قلنا من الاشكاليات يمكن تكاد تكون عند اي شخص من ذوي اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه، هتظهر في شكل ماذا؟ تظهر في شكل تسويف، تأخير اعمال، أو طبعاً حتطلع مقابلها الرسائل من الوالدين ومن المعلمين إنه تحتاج إنك تجتهد أكثر، تحتاج إنك تدي طاقة أكثر للموضوع، دافعية، اهتم أكثر، ليه أنت مو مهتم؟ ليه ما بتعمل؟ ليه ما بتشتغل؟ المشكلة إنه هذه كلها رسائل غير واعية ورسائل سطحية، لأنه التأخير وتأجيل العمل ليس برغبة الشخص، إنما يتعلق بماذا؟ بقدرة الدماغ على التنفيذ، يعني شيء يتعلق بالدماغ وليس برغبة الشخص في بدء المهمة أو تأجيلها. فعشان كذا يعني كيف اللي يبدأوا يتعاملوا معهم غالبا؟ ممكن المعلمين أو الوالدين يبدأوا بالعقاب النفسي أو البدني مثلا، أحد الطرق، عقاب نفسي مثلا بالكلمات اللي بنسمعها أو الرسائل، اجتهد، حنقصك في الدرجات، أو من ماذا؟ من الرسائل اللي بيوجهوها. وممكن أيضا إذا مثلا تجي الأم وتوعد طفلها إذا عملت الواجب حطلعك الخرجة الفلانية أو حديك الهدية الفلانية، فهنا هذا بيديه دافع، بيحمسه إنه ينجز الواجب، صحيح، ولكن إيش الإشكالية فيها هنا؟ إنها على مدى قصير، يعني أنت ما علمتي هنا الطالب كيف ممكن يستخدم استراتيجيات تنفعه في هذا الواجب وفي الواجبات المشابهة. يعني انتهت الخرجة، انتهت الهدية، خلاص كلها حتكون ماذا؟ استراتيجيات قصيرة المدى. كيف المفروض في مثل هذه الحالة إننا نتعامل مع الطفل؟
يعني كيف ممكن إن نقسم أو ندي استراتيجيات تنفعه على مدى طويل. طبعا بنقول بالنسبة لوجود مثلا مشروع، مثلا بنقول عنده مشروع بحث، الطالب عنده مشروع بحث ومو عارف كيف يبدأ فيه، يفكر في الموضوع، يتكلم إنه عندي مشروع بحث وموعده النهائي كذا خلاص، الطرق والاستراتيجيات اللي بيعملها فقط التفكير في الموضوع والتحدث عنه ولكن بدون إنجاز. هنا الإشكالية إنه الموضوع يعتبر غير مرئي بالنسبة للطالب، غير مرئي، غير مادي، شيء يسبب مصدر قلق، ما أعرف من فين أبدأ، ما أعرف، ما لي خلق إني أبدأ أصلاً، يعني ما نعرف من فين أبدأ. دور ولي الأمر هنا أو المدرب أو من كان دعم الطفل، كيف ممكن إني أدعمه؟ أقسم عن طريق اللي هم بيسموها تشانكينج أو تقسيم المهام أو تقسيم الواجب إلى مهام صغيرة. عندنا التقسيم حيكون نوعين، ممكن تقسيم بالوقت وممكن تقسيم بالمهمة. يعني مثلا إذا كان عندي موضوع بحث أو مشروع بحث لابد إني أعمل عنه، كيف ممكن أحوله من شيء غير مادي إلى شيء مادي وملموس؟ أني أقسم المهام خلاص، أقول مثلا عندك 5 دقائق تبدأ تبحث عن 3 دراسات، ال3 دراسات هذه ممكن تساعدك في التفكير في عنوان البحث، تقدر تشتغل على مدة 5 دقائق، فهنا أديتيه شيء ملموس محسوس ومدة بسيطة يقدر يركز خلالها، وكذا اسمها ماذا؟ إنه مشي خطوة، على الأقل بدأ في التفكير في المصادر. فعمل بحث يحتاج تخطيط، يحتاج تنظيم، يحتاج إني أبحث عن مصادر، بعدين أشوف المصادر هذه أقيمها، أطلع بعنوان، أبدأ في كتابة المقدمة. فهنا أبدأ أقسم على حسب العمل، أقسمه إلى مهام صغيرة، ولكل مهمة ممكن إني أضع ماذا؟ فترة زمنية محددة، مو شرط أن تكون في يوم واحد، ممكن التخطيط وتقسيم الهدف على فترة بحيث إنه ما في ضغط على الطالب ينجز ويشوف الإنجاز اللي هو بيعمله، وفي نفس الوقت ماذا؟ إذا اقترب الموعد النهائي العمل يكون في صورة جيدة ترضي الطالب وترضي أولياء أمور. فهذا تقريبا يعني مثال على طريقة الاستراتيجيات اللي ممكن يستخدمها ماذا؟ المدرب مع الطلاب في إنجاز المهام. طبعا كذا يعني هذه الفكرة الرئيسية، إنه التدريب أو الكوتشنج إيش الفائدة منه؟ مساعدة ذوي اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه على الوعي أكثر بهذا الاضطراب، الوعي بالاضطراب الخاص فيهم، معرفة نقاط قوتهم، ضعفهم، الإحساس بالمسؤولية، وبالتالي بيزيد من الإنتاجية وبيرفع من ماذا زي ما بنقول، بيزيد من جودة الحياة. 7 سنوات وعنيد وعصبي، يعني ممكن أول حاجة لازم الطفل يفهم إن الوالدين داعمين، يعني أنا بعاملك بحب، يعني نبتعد عن العقاب بجميع أشكاله. يعني الدعم جدا مهم. الشيء الثاني، متى بتظهر هذا العصبية والعناد؟ يعني لازم تعرفي أسبابه، يعني ما في حل سحري نهائي إنه عندك الطريقة هذه تستخدميها وتعالجي العناد والعصبية، لا، لازم تفهمي، لازم تلاحظي، تراقبي الطفل، يعني متى بتظهر العناد، متى بتظهر العصبية وبتزيد. هل الطفل بيفهم؟ يعني هل في عقاب؟ هل في حرمان؟ ممكن هذا العقاب والحرمان بيؤدي إنه ماذا؟ بيزيد في عناده، بيزيد في عصبيته، وخاصة لما بنقول افتكري دائما، شوفي لما تتعاملي مع طفل من ذوي اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه، دائما نخلي في بالنا ما هي برغبة الطفل، ما هي برغبة الطفل، ولكن تعود إلى ماذا؟ تطور الدماغ، خاصة في المتعلقة بماذا؟ التحكم في الانفعالات الاندفاعية والتحكم في وظائف الدماغ التنفيذية. خلاص؟ فهنا لازم يعني أحاول إني أفهم السياق، أحاول إنه أكون جداً قريبة من الطفل، ونبتعد عن العقاب بجميع أنواعه.
بالنسبة لشهادة التدريب، يعني طبعا الـ International Coach Federation أو اتحاد المدربين الدوليين لهم معايير، يعني معايير جدا مشددة. فعشان كذا لما بتجي منظمات في التدريب تبدأ بعمل نظام وترجع للاتحاد إنه هل هذا النظام متماشي معكم ولا لا، لأنه الطلاب اللي بيتخرجوا من هذه الأكاديميات بعدين بيبدأوا يقدموا على ماذا؟ الـ International Coach Federation، يقدم على اختبارهم من أجل الحصول على الرخصة. فلازم الواحد من البداية يرجع للمعايير، يعني قبل ما ألتحق بدورات أتأكد إنها كيف علاقتها بالـ ICF وهل هي متماشية مع هذه المعايير ولا لا. التشخيص دائما الأطباء النفسيين، ودائما في التشخيص نبحث عن طبيب مختص، استشاري مختص. وطبعا في استشاريين مختصين في تشخيص الكبار، في استشاريين مختصين في تشخيص الصغار، وهكذا. فابحث في منطقتك مين الاستشاريين المختصين وعندهم خبرة في تشخيص الأطفال من ذوي اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه. يعني مرحل مع الطفل الذي يكرر نفس الأخطاء وهو عارف إنها غلط بس يكررها عناد واستفزاز. ترى المشكلة مو في المعرفة، ما عندهم مشكلة في المعرفة. ذوي اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه ما عندهم أي مشكلة في المعرفة. اللي بيصير مو معرفة، اللي بيصير عدم قدرة على التحكم، مو برغبتهم، بسبب ضعف في الدماغ. خلاص، فمو برغبة الطفل ومو عناده عشان يستفز والدينه، لا، يعني اندفاعية. فأنت كيف تتحكم في هذه الاندفاعية؟ إيش الأشياء اللي بتخليه يزيد في الاندفاعية؟ كيف ممكن إني أتحكم فيها، أقلل منها؟ ودائما نفكر فيها على المدى، ماذا؟ على المدى الطويل، يعني كيف ممكن إني أساعد الطفل إنه يتحكم في هذه الاندفاعية، يعمل مع وظائف الدماغ التنفيذية. احترام الآخرين، عامل الطفل كأنه كبير، كأنه شخص كبير. كيف كأنه شخص كبير؟ بالحوار، يعني تحاوري دائما، تكلمي معه دائما، تكلمي معه، يعني تكلمي معه وبيني له كيف الواحد يكون ممكن قدوة حسنة. إيش الآثار اللي ممكن بتنتج من عدم الاحترام؟ سواء يعني حاول تكلميه، تحاوري بصورة مبسطة مناسبة لسنه، وكوني قدوة حسنة. يعني في التعامل لما يكون هو يشوف القدوة الحسنة ويشوف التكرار لنفس مثلا التصرفات، كيف مثلا ممكن تكون نتائجها، يعني بعد ما يصير الحادث مثلا، أو بعد ما تصير الحالة إنه مثلا تعدى على أحد، هنا في وقتها كيف ممكن طبعا يكون كلام بينك وبينه، مو قدام الجميع، كلام خاص بينك وبينه، يعني نقاش خاص ومطول بينك وبينه. يعني حاول انك تكسب الطفل، توصل له اكثر. انفعالي عنيد مزاجي جدا خطبت، وقت انفعالي يصبح أعنف. طيب انت كذا عارفة انه وقت انفعاله اذا خطبتيه بيصبح أعنف، ممكن تخليه لما يهدى وارجع يعني اتحدث معه. وكمان في حاجة، يعني لازم اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه في اضطرابات مصاحبة له، فلازم اكون متأكدة من البداية من التشخيص، هل هو فقط اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه ولا في اضطرابات اخرى موجودة يعني تستدعي انه يكون في تدخل مثلا دوائي او علاج دوائي. خلاص، او علاج حتى سلوكي. فهنا يعني لازم يكون الواحد متأكد من التشخيص. خلاص، اذا كان في اشياء متكررة، جربت التدريب، جربت الاستراتيجيات برضها ما نفعت مع الطفل، معناته ممكن في اسباب اخرى. اذا في معاملتي مع الطفل انه يكون مثلا انسان قدوه حسنه، يتحاور مع الطفل، يبين له فين الخطا وكيف ممكن انه يتصرف في المره القادمه،
وليه مهم إنه التصرف بالطريقة الصحيحة في المرة القادمة ممكن ينفع الطفل. فهذه كلها يعني مع التكرار، يعني دائما بنقول الأشياء اللي بنركز عليها بتنمو وبتزيد. فكيف أنت بتركزي على الجانب الإيجابي توضحيه للطفل بالنسبة للعناد، إذا كان طبعا ما في أسباب أخرى. طيب يعطيكم العافية جميعا، كانت هذه فقط الأسئلة. كيف ألغي تصرف غير مرغوب فيه من أسلوبه تماما؟ هل التصرف، إحنا قلنا اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه بيستمر من الصغر إلى الكبر. السؤال كيف ممكن أتحكم، خلاص كيف ممكن إني أتحكم في التصرف الغير مرغوب وليس كيف ألغيه، خلاص؟ لأنه متعلق زي ما نقول ليس رغبة الطفل ولكن متعلق بتطور دماغه. فالفكرة هنا أنا كيف أعلم الطفل وأدي استراتيجيات تساعده إنه يتحكم في هذا التصرف. لكن فكرة إنه من البداية يكون هدفي ألغي التصرف تماما، يعني كذا الهدف غير منطقي وممكن يديك صعوبات أكثر من ماذا، يعني بيخليك تفقد الأمل من البداية، لأنه الهدف عالي جدا. إحنا نبدأ بالأهداف بالتدريج، فأنا كيف أبدأ أتحكم؟ التحكم ممكن يكون في البداية جدا شيء بسيط وكل مالي أزيده. يختلف، هل فرط الحركة يزيد عند الطفل كل ما كبر؟ ممكن يتغير في الأنواع، ممكن يكون في التململ، ممكن يكون في كثرة الأفكار، لكن يزيد ينقص هذا بيرجع للشخص نفسه، يعني ما في قاعدة الواحد يمشي فيها. ممكن الأعراض تختلف كيفية ظهورها على الطفل، ممكن يكون كثير الحركة في الصغر، في الكبر تتغير طريقة عرض هذه ماذا الحركة، يعني ما مثلا ما بيقدر يجلس في مكان واحد لمدة طويلة، لكن ما يكون بنفس الأسلوب حد ماذا لما يكون صغير. في استراتيجيات مباشرة وغير مباشرة، يعني ممكن أبدأ بالحوار، ممكن أبدأ بتحديد الأهداف، تقسيم الأهداف، يعني على حسب الحالة اللي موجودة عندي، على حسب الظروف اللي بتزيد من ظهور هذه الحالات. يعني أنا عندي طفل مثلا، إذا بنقول مثلا في الدراسة أبدا ما يبدأ في واجباته، لازم أكون أنا اللي أبدأ أو أنا اللي مثلا خلاص معاه. فهنا كيف ممكن أنا أتعامل معاه بطريقة مباشرة وغير مباشرة، بالحوار وبتحديد هدف وبتقسيم هذا الهدف. كيف أخفف أحلام اليقظة عنده؟ على حسب، يعني ممكن هاي تكون علامة قوة ترى أحلام اليقظة، يعني على حسب متى بتظهر. إن هذه المشكلة ترى ما في اثنين زي بعض، يعني ما تقدري تخترعي نظام واحد وتخلي كل الأطفال يتصرفوا بنفس الطريقة. استثمري أحلام اليقظة اللي عنده، خليه خيالي إبداعي أكثر، بدل ما يعني التفكير إنه كيف تخففيها. كيف أوقف كلام ابني مع نفسه بكثرة؟ أول شيء تأكدي كمان من المصدر، يعني هل الطفل مشخص أو لا، هل موجودة اضطرابات مصاحبة أو لا، وبعد كذا ادرسي الظروف، البيئة، متى بيتكلم مع نفسه، هل حدثت له أشياء سلبية مثلاً؟ هل بيفكر باستمرار في أفكار سلبية أو مواقف حدثت له أو لا؟ يعني ما هو سبب هذا الكلام إذا كان مو موجود اضطرابات مصاحبة؟ توجيه الطفل يكون من الأسرة أو شخص واحد فقط من الأسرة وتكون الأم، شخص وتكون الأم؟ شوفي، بالنسبة للأم والأب الاتفاق دائما ممتاز، يعني بينهم، يعني ما يكون في اختلاف ومناقشات قدام الطفل، يعني قدوة، حيكون قدوة للطفل قدر المستطاع. توجيه الطفل، شوفوا بالنسبة لدعم الأسرة دائما الرسائل الإيجابية جدا مهمة بالنسبة لاضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه. الرسائل الإيجابية لأن المجتمع مو مقصر، قلة الوعي السطحية مو مقصرة، فهنا دوركم في الأسرة إنه يكون في دعم للطفل. كيف ممكن إني أدعم الطفل؟ كيف إني أطلع طفل واثق من المنزل، عنده الدرع اللي ماذا لما تجي له الكلمات والرسائل السلبية من المجتمع ما راح تأثر عليه لأنه واثق من نفسه، بعكس لما يكون المجتمع والوالدين عليه. فعشان كذا بالنسبة لتوجيه الطفل هذا يكون ماذا بالاتفاق بينكم، لكن التأكيد على الإيجابية لأنه العالم السلبية فيه كفاية.
اضطرابات مصاحبة كثير، وهذا مو دور الكوتش في التشخيص زي ما ذكرت، فهنا الأفضل إنك تراجعي وتستشيري طبيب. بالنسبة للسؤال، بنتي عمرها 21 سنة ما تقدر تعتني بنفسها، هنا شوفي الرسالة، يعني إذا بقرأ الكلام كذا بستشف بين السطور، ما أقدر أعتمد عليها، ما تفهم أي نص، كيف ممكن أتعامل معها؟ شوفي الرسالة هنا للأسف، يعني وبتحدث إنه عامة جدا، عامة جدا بمعنى سوداوية، خلاص متجهة في اتجاه واحد، إنها ما تعرف أبدا تعتني بنفسها، ما تعرف أبدا، ما عندها فهم، اضطراب فرط الحركة ما عندهم مشكلة في الذكاء، ما عندهم مشكلة في الفهم، ممكن يكون هذا ردة فعل لطريقة التعامل معها، فهنا تقربي منها أكثر. الإيجابية، يعني حاولوا ركزوا على الإيجابية، ركزوا على الإيجابية، يعني الطفل إذا حس بالدعم، حس بالأمان خاصة في المنزل، ممكن إنه يعني يبدأ في الكلام أكثر، ممكن إنه يبدأ ماذا يتعاون أكثر، وبعدها نبدأ في الاستراتيجيات إنه كيف ممكن نتعامل معها، لكن من البداية يعني نحاول إنه نبتعد عن النظرة الواحدة، يعني إنه مرة ما يعرف يسوي شيء، ما يعرف يعتني، ما يعرف يفكر، مو هذه القضية إذا كان اضطراب فرط الحركة بشكل. الأجهزة، شوفوا الأجهزة الإلكترونية ما بتسبب الاضطراب، ولكن تعتبر من البيئة الخارجية، والبيئة الخارجية زي ما ذكرنا إنها ممكن تؤثر على الاضطراب، تزيد تقلل على حسب، يعني هل هو بيركز معاها، بيسترخي معاها الألعاب، ولا بتزيد من حماسه، بتزيد من اندفاعه، بيعتمد على الطفل. يعني العلامات الرئيسية في اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه زي ما قلنا، فرط حركة، تشتت، اندفاعية، فممكن هذا تكون يعني من الإيش تؤدي إلى إنه مثلا بيتشاجر كثير مع الأطفال وبقية الأطفال، لكن كيف تتعاملي معاه هنا برضو بيرجع، يعني ما في حل سحري، يعني بقول لك هذه الوصفة بتساعده، لازم تفهميه أكثر، يعني صراحة البيئة، يعني لما بنقول في الاستراتيجيات لازم الواحد عن طريق الأسئلة يفهم البيئة أكثر، يعني هنا ما الفكرة مي كاملة، البيئة مي كاملة، الصورة مي واضحة، إنه فقط ما يحب يلعب مع أحد، طيب ما هي الأسباب؟ هل راجعة للاضطراب؟ هل هي راجعة للبيئة؟ هل هي راجعة للناس اللي بيتعامل معاهم؟ يعني في عوامل مختلفة. هل في كابلز كوتشنج لهذه الفئة؟ نعم، في كابلز كوتشنج لهذه الفئة، وخاصة إذا كان أحد الزوجين من ذوي الاضطراب، يعني طبعا تفيد الطرف الأول اللي هو من ذوي الاضطراب إنه يفهم نفسه أكثر، وتفيد الطرف الثاني اللي مو ما عنده الاضطراب إنه كيف يفهم هذا الاضطراب أكثر، كيف يفهم كيف ممكن التعامل مع ذوي الاضطراب. إنه هنا يعني أنا أتفق مع الأخ اللي بيقول فكرت تسألوه ليش وإيش ودك، يعني إيش الطفل، ما هي رغبات الطفل؟ يعني لازم أفهم، زي ما نقول لازم نفهم البيئة، لازم نفهم الطفل، لازم يكون عندنا وعي أكثر متى بتظهر الصعوبات عند الطفل، متى بتقل، متى الطفل بيكون يعني منطوي أكثر، متى بيكون يتشاجر أكثر، إيش العوامل اللي ماذا بتزيد من هذه الأعراض. جدا مهمة الرياضة، جدا مهمة، النوم المبكر، التغذية الصحيحة، الرياضة جدا جدا مهمة، يعني بتساعدهم على زيادة التركيز، بتساعدهم على إنه يكون يعني
تخفيف التوتر، تخفيف القلق، لأنه بيصرف طاقته في شيء إيجابي. الالتزام وإدارة الوقت من الصعوبات اللي متعلقة باضطرابات الحركة وتشتت الانتباه، متعلقة زي ما بنقول بقدرة الدماغ على تنفيذ الوظيفة. فهنا ما في إدارة، يعني في ضعف في هذه ماذا؟ الإدارة. فعشان كذا لازم تكون عنده استراتيجيات ظاهرة يعني ملموسة، يعني كيف ممكن يقسم الوقت. خلاص، يعني إنه أعطيته خبر ترى برضو عندهم إشكالية في الذاكرة، اللي هي الذاكرة قصيرة المدى، فأعطته خبر ممكن يكون إذا مو شيء ملموس، إذا مو نوت مكتوب، إذا ما في تذكير، ممكن هذه يعني تفوت على الطفل بسرعة، يعني ما بتمسك معه ومو برغبته. يعني هذه مشكلة في الدماغ، عشان كذا لازم تكون الاستراتيجيات واضحة. بالنسبة للدواء، طبعا أفضل إنسان تناقش مع العلاج الدوائي هو الطبيب، لأنه هو اللي بيعرف الجرعات المناسبة، بيعرف متى تستمر، كيف بتعمل. طبعا دائما في الأدوية فيها ماذا؟ تجريب، يعني في ناس بتنفع لهم أنواع، في ناس بتنفع لهم أنواع أخرى. فهنا أفضل إنسان فاهم في الأدوية هو ماذا؟ الطبيب. يعني هذه من صلاحيات الكوتش، إنه مثلا يتحكم في العلاج الدوائي، أو إنه ينصح بنوع معين من الأدوية. نقاط، نعم، نقاط قوة ونقاط ضعف. يعني المهم إنه كيف أفهم البيئة اللي حول الطفل، يعني كيف الطفل يكون فاهم وواعي بالاضطراب ونوعه اللي موجود عنده، واعي بنقاط قوته ونقاط ضعفه. يعني نقاط ضعفه أنا كيف ممكن إني أقويها، كيف ممكن إني مو شرط كمان أقويها، كيف ممكن إني أتحكم فيها. نقاط قوتي كيف ممكن أقويها بحيث إنها تعوض وتغطي على نقاط الضعف. يعني زي ما بنقول، عجز في البيئة وليس في الشخص. الشخص ما يعني ما بيحتاج شيء، يحتاج إنه فقط كيف يتعامل مع البيئة الخارجية، لأن البيئة الخارجية والظروف اللي بتفرض على الشخص، هذه هي اللي بتظهر الاضطراب، وتظهر الاضطراب في شكل صعوبات. يعني الاضطراب مو شيء جديد، كان من الماضي، يعني من قديم الزمان موجود اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه. بس ليش الآن بنشوف الأعداد أكثر؟ لأنه الآن البيئة فيها معايير أكثر، فيها تقليل حرية أكثر، فصول، أوقات ملزمين فيها لتسليم الأعمال، اللعب قل، صار كله أجهزة إلكترونية، ما في مساحة للطفل إنه يفرغ من طاقته. فهنا بتظهر الصعوبات أكثر. دائما بنقول يعني بالنسبة للدواء، إذا كان طبعا الدواء المناسب للشخص، الدواء يعني أنا بشبهه دائما مثل لبس النظارة، يساعدني على التركيز طالما، أو على الرؤية والتركيز طالما النظارة موجودة. إذا انتهت مدته، نزلت النظارة، ما كأني أخذت الدواء. تمام؟ فهنا لابد إنه الواحد يتعلم سلوكيات كيف يتحكم، لأنه الدواء بيساعدني على التركيز عشان ألقط مثلا المهارات، ولكن ليس علاج، هو وسيلة للتحكم، وسيلة للتحكم في الأعراض والتحكم في المشاعر، ولكن يعني ما راح يكون علاج بحيث إنه يشيل اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه. ادرس البيئة، إذا كان الطفل كثير الصراخ ادرس البيئة، يعني هل الطفل مشخص، هل موجودة اضطرابات أخرى، متى الطفل بيبدأ كثير الصراخ، إيش الأشياء اللي بتؤدي إلى الصراخ مثلا، هل في أشياء ظاهرة ولا ما أنت قادرة كأم تحددي أسباب. إذا ما أنت قادرة تحددي أسباب لهذا الصراخ، يعني في مناطق مختلفة، في مواقف مختلفة، وما أنت قادرة تفهمي، هنا لابد أنك يعني توصلي لماذا؟ تطلب المساعدة. خلاص، يعني هل موجودة اضطرابات أخرى ولا لا؟ هل في أسباب من البيئة؟ هل في أسباب داخلية من الطفل نفسه؟ يعني ما زي ما بنقول، ما في حل سحري للكل، لأنها كلها أشياء سلوكية. خلاص، يعني بتظهر كسلوكيات، ولكن ما هي أسباب هذا السلوك؟ فإن شاء الله إن الفكرة من التدريب أو الكوتشنج يعني واضحة الهدف منها.
عندي اختلاف إذا كانت يعني مشخصة باضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه، كلمة يعني مزاجها، يعني ممكن هذه برضو من الرسائل السلبية ترى، يعني إيه بمزاجها إذا كانت مشخصة باضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه دائما، يعني اربطي اربطي دائما اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه مشكلة في تطور الدماغ، وليس رغبة الطفل، وليس رغبة الطفل أو وعي من الطفل. الله يعني مو شيء سهل، وإنه يعني لكن هنا دور الوعي، دور التوعية، المجتمع، توعية المعلمين، المعلمات، نبدأ من البيت، يعني البيت أهم حاجة، لما يعني الطفل من البيت يحس نفسه مدعوم، يعني أنت عارفة إنك بتدعمي طفلك، لكن هل هو حاس ولا لا؟ هل هو فاهم ولا لا؟ هل بيشوف يعني ولا دائما بيشوف مثلا رسائل سلبية أو عقاب؟ هل بيشوف الدعم؟ هل هو فاهم؟ هل في حوار؟ هل في مناقشة؟ ترى أذكياء وحساسين جدا، والتصرفات اللي بتظهر غالبا مي برغبتهم، متعلقة بالدماغ، عشان كذا خلي الأشياء هذه في بالك قبل ما تبدأي في ماذا؟ في التصرف معه. طيب يعطيكم ألف عافية جميعا، إن شاء الله لنا لقاء في يوم آخر بإذن الله، أتمنى إنه يعني أعرف التغذية الراجعة بالنسبة للقاء، يعني هل أخذتوا مثلا الكوتشنج أو الفائدة من الكوتشنج؟ بالنسبة لوظائف الدماغ التنفيذية، هل وصلت الفكرة؟ يعني بالنسبة للقاءات القادمة، هل تفضل يعني تكون بنفس الطريقة ولا في أشياء أخرى؟ يعني هنا بيجي ماذا؟ موضوع المعلم، يعني غير المدرب، المعلم بيحب مثلا التغذية الراجعة، كيف ممكن أحسن ويعني أوصل المعلومة بشكل أفضل؟ الذكاء العاطفي مو ما بنقول متدني، ولكن متعلق بوظائف الدماغ التنفيذية أيضا، التحكم، يعني المنطقة هذه جدا فيها يعني وظائف جدا معقدة وجدا كثيرة، فكلها تتعلق بوظائف الدماغ التنفيذية، في التحكم في العواطف وقراءة المواقف الاجتماعية، هذه كلها تتعلق التعلم العاطفي الاجتماعي الاندفاعية، هذه كلها أيضا متعلقة باضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه ووظائف الدماغ التنفيذية، فنعم لها علاقة، مو حكاية إنه يخف ولا يزيد، اللي بيتحكم في كيف بيخف وكيف بيزيد الظروف اللي بيتعرض لها الإنسان، خلاص الظروف أو البيئة الخارجية ممكن تتغير طريقة عرضها، يعني مثلا كثير الحركة ممكن يكون الأفكار الكثيرة، يعني كثير حركة هو صغير ممكن الأفكار تكون جدا كثيرة هو مثلا في المراهقة أو الكبر، وممكن تتغير يعني طريقة عرض أو طريقة ظهور هذه الأعراض. لا التلميح أبدا ما يستوعب، ولا يعني التلميح ما يستوعب، نعم لأنه في عندهم صعوبة في قراءة المواقف الاجتماعية، فالتلميح ما بيساعده، ما ممكن إنه ما يستوعب بسرعة، ممكن يعني طبعا مو كل الأشخاص، يختلف من شخص إلى آخر، وممكن يحتاج زي ما بنقول التذكير، تمام. إذا بإذن الله نكمل في لقاءات قادمة بإذن الله في موضوع وظائف الدماغ التنفيذية. الموضوع الرئيسي اليوم كان عن التدريب وعلاقته بجودة الحياة، فإن شاء الله أن يكون وصلت الفكرة. يعطيكم العافية جميعا، وبإذن الله نشوفكم في لقاءات أخرى.